السلام عليكم صف السادس الإعدادي. درسنا اليوم الوحدة الخامسة الدرس العاشر Why are holidays so important؟ لماذا العطل جدا مهمة؟ قطعة الكتاب وهي القطعة المطالبين بها صفحة 51 كتاب الطالب. عليها تمرينين ومهمة جدا، قطعة راح نقراها ونترجمها. Why are holidays so important؟ لماذا العطل جدا مهمة؟ كل إنسان يحتاج العطلة. Today it is more important. اليوم جدا مهم. Than ever to ensure هاي مهمة. نتأكد معناها نضمن نتأكد نضمن. That we take enough breaks. نتأكد نأخذ استراحة بما تكفي وعطل. كل إنسان يحتاج شيء مهم إنه يتأكد إنه يأخذ عطل أو يأخذ استراحة مهمة. Life is so fast and we spend. الحياة سريعة ونحن نقضي a large part الجزء الكبير من وقتنا في العمل الجاد. That we really need to take. لذلك نحن نحتاج إلى أن نأخذ sufficient time. وقت كافي ومهم. If we don't the pressure of life can affect. إذا ضغط الحياة يؤثر affect هنا يؤثر affect هنا الفعل يؤثر الاسم مالته effect الاسم مالته effect يؤثر هنا تأثير. Can affect تأثر both our physical and mental health على صحتنا الذهنية mental الذهنية و physical الجسمانية. ضغط الحياة خاف يجيب لك شيء أثر ضغط الحياة قل لي can affect both أثر على physical and mental health. خلصت الجزء الـ A ناخذ B. The stress of modern life الجهد الحياة الحديثة can cause severe problems تسبب مشاكل شديدة. It can cause هي تسبب high blood pressure. شو تسبب؟ ممكن يجيب لي يجيب لك يا فراغ تسبب ضغط الدم العالي high blood pressure. شنو؟ الحياة الحديثة تعرفون إن حياتنا الحديثة صارت بها جهد أكثر. Which can then cause ايضا راح يسبب stroke and heart attacks راح يسوي جلطات ونوبات قلبية جلطات ونوبات قلبية. It also has an effect تأثير لاحظوا هذا صار الاسم on our mind يؤثر على عقلنا. اذا هذا الجهد شو يسوي؟ يسوي لنا ضغط الدم العالي يسوي لنا جلطات وضغطات دم ايضا يؤثر على عقلنا. If we are always on the move خاصة احنا اذا كنا نتحرك we don't always notice our path احنا طبعنا واحنا يعني بعدنا ما نعرف يعني مثل ما تقول ما كل ما الانسان يكبر راح يتاثر هاي بان احنا مستمرين بالحركه فما نشعر بهذا الشيء. How far we push our bodies is قد ياثر على جسمنا. We don't eat regular meals وايضا لا ناكل وجبات منتظمه. We don't get enough كذلك لا ناخذ نوم كافي sleep and our free time ولا وقت فراغ is often interrupted by phone calls ونتقاطع باتصالاتنا يعني مستمرين لا ناخذ راحة ولا بعدنا بدفعة الحياة. The human body جسم الإنسان cannot continue لا يستطيع أن يستمر like this indefinitely إلى أجل غير مسمى يعني ما راح إلى فترة محددة. هذا الضغط عليه راح يأثر both the brain كلا برين الدماغ and body وجسمنا need a break يحتاج إلى استراحة يحتاج إلى استراحة. ليش؟ لأن إذا ما احتاج استراحة هيسبب لنا مشاكل كثيرة سبب لنا مشاكل كثيرة. If we push them too far they will eventually let us down. Let down معناها يخذل. إذا ظلينا نضغط على جسمنا وعلى دماغنا راح بالأخير يخذلنا جسمنا ودماغنا يخذلنا let down يخذلنا.
داخلنا راح يصير عندنا مشاكل. شنو المشاكل؟ جلطات ونوبات وهكذا. There are more and more workaholics. هناك الكثير من workaholics. هاي مهمة جدا. workaholics مدمني العمل، الناس اللي تحب عملها بكثرة، الناس اللي تحب عملها بكثرة. شنو تعريفها؟ هاي مهمة دائما يجيبون طبعا. These days who think هم الناس الذي يعتقدون that their work اللي عملهم is too important جدا مهم to leave in the hand of other. يعتقدون ان عملهم جدا مهم ما يستطيعون تركه بأيدي اخرى. يعني واحد يشتغل ما يقول انا ما اقدر اخلي عملي شخص ثاني، انا ما اخذ الصلاح لاني اخاف ياخذ عملي واحد ثاني يشتغل به ويخرب اللي انا سويته. تقدر تقول اي workers are people are love the work so much. الناس تحب عملهم جدا كثيرا. These people cannot اي ناس bear لا يستطيعون ان يتحملوا. طلع لنا الفعل به ولها معنى ثاني طبعا دوب بو الماضي مالته والتصريف الثالث مالته هون ب بو بو. لا يستطيعون ان يتحملوا to be away from the office for more than a few hours. ان يبتعدوا عن عملهم عن مكتبهم او عملهم لساعات قليله. اكو ناس ما تقدر تترك العمل مالته تشتغل دائما. They put off taking holiday or break because there is always another deadline or another deal around the corner. ما يقدرون تكملون لأن أكو عندهم عمل آخر 100% راح على وشك الحدوث، على وشك الحدوث. Around the corner هاي مهمة راح نحتاجها بالتمارين. They often discover هم يكتشفون متأخرا that there is more to life than work. بالأخير تشوفون إنه أكو أشياء بالحياة أكثر من العمل. People like this risk. الناس يبون ذاك الريسك الخطر. Hurting not only their health but their personal relationships. العلاقات الشخصية. Everyone needs. كل شخص يحتاج to spend time with family or friends. كل شخص يحتاج أن يكون عنده وقت ويا من ويا عائلته وأصدقاء. And this time need to be more than the occasional snatch. وهذا الساعات snatch تأخذ بشكل سريع. تأخذ بشكل سريع. People who are close to us need to know that we care about them. الناس القريبين علينا يحتاجون أن نعتني بهم. giving them a significant amount كمية كبيرة of our time وقت كبير يحتاجنا من وقتنا is how we show this holiday time can give us the opportunity. ولذلك العطر تعطينا هذه الفرصة. يقول عائلتنا وأصدقائنا يحتاجون نعطيهم من وقتنا وهي فرصة نسويها. الفقرة الأخيرة holidays are important. العطل جدا مهمة for everyone. هاي دائما يجيبونها not just the businessman أو دائما يجيبونها true false. العطل مو مهم مهمة مو بس كل شخص مو بس رجال الأعمال كل شخص. we all need a change of scene. ليش مهمة؟ نحن نحتاج أن نغير سين المشهد نغير المكان. واحد مرات يطلع يروح عطل مثلا تركيا لبنان ايران اي مكان حتى يغير المشهد مال القالب مالته قالب حياته. and a change of peace يغير البيس السرعه النمط مالته. هاي مهمه يعني من وي الى بيس. we need to relax وايضا نحتاج الى نستريح. and take our mind off work ونترك عملنا ناخذ عقل من العمل. يعني واحد يقول مراد دائما زايد هذا كافي عمل اترك العمل خلينا ناخذ راحه. Work, school, the house, the bed, or whatever promise. وكل المشاكل are warning us at the time. It doesn't matter whether we choose to spend this time lying on the beach. يقول هذا الوقت نقدر نقضيه بالاسترخاء على الشاطئ. Trekking through rainforest. في رحلة للغابات الممطرة. رحلة في الغابات الممطرة. Or sightseeing أو مشاهدة. يعني يقول تقدر تسوي رحلة برية، رحلة بحرية، أي شيء. What is important is the change. شنو المهم في هذا التغيير؟ A change of routine.
تغيير الروتين often help us to look at our own life in a different way. يقول المهم في التغيير راح يكون نكسر الروتين وراح نشاهد حياة مختلفة بطريقة مختلفة. Holiday are vital. هاي مهمة جدا. Vital. مهمة جدا معناها حيوي. To our general well-being. صحتنا العامة. Well-being اجت بالامتحان الخارجي هالسنة. Well-being. راح تشوفونه بالتمارين. And leaving the mobile phone. نترك الموبايل فون النقال المحمول. Switch off. This is water too. لذلك هذا شيء مهم وحيوي جدا. مرات واحد نطلع سفرة يقولك اغلق التليفون حتى تترك مشاكله. هذا هو قطعة سهلة. طبعا اكو هنا يقولك سوي سكيم يعني انظر على القطعة وشوف يا فقرة هاي الحلول ما مطالبين انت ما راح يجيب لك يعني. روح رأسا كتاب النشاط. هذا التمرين مهم جدا لسنتين. صفحة 117 مهم جدا. هذا خمس نقاط تجي يا اما اختيارات يا اما تجي تو فورس يا اما تجي تكمله. The pressure of life. ضغط الحياة. Will say cause health problem. يسوي مشاكل عديدة. يسوي مشاكل صحية. يسبب مشاكل صحية. مرة جابوها تو فورس ومرة جابوها The pressure of life. Will كمل فتكتب لك cause health. كذلك النقطة الثانية. Some people don't take holidays because بعض الناس لا يأخذون العطل بسبب they don't think other people can do their work. لأنهم يعتقدون إنهم لا يعتقدون إنه أكو ناس آخرين يقومون بنفس العمل. يعني ما يقدرون يعتمدون على شخص آخر. ونفس الطريقة صح وخطأ أو يجيبوا لك يا كمل. Some people find out يكتشفون متأخر work is not the only thing in life. العمل مو هو الشيء الوحيد في الحياة. الشيء الوحيد في الحياة. النقطة الرابعة. We need to give families. نحن نحتاج أن نعطي عائلتنا وأصدقائنا a lot of our time. الكثير من وقتنا. الكثير من وقتنا. هم مرة جابوا صح وقتها ومرة جابوا كم. Holidays can give us a chance to. العطل تعطينا فرصة. Chance to. فرصة. Stop thinking. نوقف التفكير about our problems. هاي مهمة جدا. مهمة جدا. التمرين الثاني صفحة 118 تمرين سي ودائما يجي بالإملاء. إملاء مهم جدا. مهم. Make certain تأكد ensure. Make certain تأكد ensure تأكد أو ضمان. Forever للأبد أو إلى أجل غير مسمى indefinitely. A time limit السرعة المحددة deadline وقت محدد. About to happen على وشك الحدوث around the corner مساعدة قلت لكم عليها مهمة بالقطعة. Taken quickly يأخذ أو ينتزع بسرعة snatch. Health صحة well-being هاي إجت بالامتحان الخارجي هالسنة. Very important vital حيوي. شلون يجي بالامتحان هيس يكتب لك أي كلمة مرادفة مثل يكتب لك very important ويكتب لك هو فايتر. بعدين ايش يكتب لك هو؟ يكتب لك هيلث. وينطق انت لازم تقول له ويل بينج صح. هذين الكلمات لازم انت حافظين اعيدين. ميك سيرتين انشور فور ايفر اندفنتلي ا تايم ليميت ديد لاين اباوت تو هابن على وشك الحدوث اراوند ذا كورنر تيك كوكلي سناتش. وممكن يجي توصيل. ممكن يجي ايضا توصيل. Health, صحة, well-being. Very important, vital. Very important, vital. يعني انتك هاي. خلصت القطعة وأهميتها. احنا مسوينها بالملزمة هاي الأسئلة عليها. تبدأ توقف الصورة وتأخذها. شي السبب الخطأ. شي السبب ضغط الحياة. من هم اللي يحبون عملهم؟ هم ناس يعتقدون ان العمل مهم جدا ما بده يتركون الناس اخرين. ماذا تعطينا عطر فرصة للناس القريبين منا؟ لماذا ياخذ بعض الناس العطر؟ لا ياخذونه ما يعتقدون
وهذا هو التمارين حل مال كتاب النشاط. يتوقف الصورة، لاحظوا أتمنى الموفقية والخير طلابنا العزاء. نكون خلصنا الوحدة الخامسة بالتمام الآن.